السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. بالنسبة لهذا الفيديو شاركت معكم البارح فاتح معي كيفاش دوزته. أول حاجة، بعد دائما بحال هذه الأيام كلها استغليت هذه العطلة في رياضة المشي. بعد ما رجعنا راكو عارفين الأشغال ديال كل نهار، الفطور صافي وجدت غير الفطور، ومن بعد مشينا هنايا للمارشي تقضينا الخضره. المهم تقضينا داكشي اللي غنحتاجو تقريبا واحد 15 يوم. المهم هنا غادي نقول لكم الاثمنه ديال الخضار شي شويه، يعني الاثمنه شي شويه نزلت. المهم بالنسبه للبطاطا دايره 8 دراهم، شي حاجه زوينه، شي حاجه طريه. البصله دايره 4 دراهم، هاد البصله هادي البيضه بهذا الشكل هذا. اللي جبت 3 كيلو ديال البصله و 6 كيلو ديال البطاطا، يعني اللي غتكفاني في 15 يوم. هذاك الخس الملون داير 5 دراهم، مطيشه دايره 6 دراهم، خديت من العاديه خديت منها 2 كيلو ونص، وطوماط سوغيت خديت منها 3 كيلو، كتعجبنا هكا في الشلاضه. صافي بالنسبه للبيض لقيتو تما داير له 28 البيض، يعني زوين، يعني داك الحجم ديالو مزيان. خديت داك البلاطو، المهم تقام عليا بشي 42 درهم عوض من 45. بالنسبه لهذيك السويهله والاناناس داير 7 دراهم الكيلو. هنايا خديت هاد الجناح ديال لادان مع دوك العناق مع لاوت كويس. بالنسبه لاوت كويس دايره 55 درهم، الجنا هادو الجنيوحات دايرين يمكن 35 درهم، خديت 2 كيلو. العناق دايرين 30 درهم، خديت كيلو ونص. ولا اوت كويس خديت تما، المهم حسب لي داكشي كامل ب 65 درهم، يمكن كيلو وشي غرامات زايدين وصافي. باربا 3 دراهم الربطه، خديت جوج ربطات. هنا الفول داير 3 دراهم، جبت 2 كيلو. فلفله خديت فلفله مخلطه ب 8 دراهم، خديت كيلو ونص. المهم جاني الاثمنه مزيانه يعني مناسبه. الدنجال 5 دراهم، خديت كيلو. خيزو دايره حتى هي 5 دراهم، خديت 2 كيلو ونص، يمكن 2 كيلو ونص ولا 2 كيلو، والله ما عقلت. صافي هنا غسلت هاد الخضره ديالي كلها، ضروري انا كنغسلها في الصراحه. وهنا بالنسبه للاريكو دايره 8 درهم، جبت غير نص كيلو، وعارفين هي دغيا كتلوى وهذه، ما بغيتش نجيب كيلو. المهم حتى الا استعملناها لا بعدا، حتى الا ما استعملناهاش ولا ما، حيت بعض المرات غير كتبقى في الصراحه ما. بالنسبه للفكوز دايره 8 درهم، خديت 2 كيلو من هذا النوع هذا اللي كتشوفوه في البلاستيكه. ولقيت واحد اخر على برا، خرجنا من المارشي لقيت واحد داير له 7 دراهم وزدنا منه واحد الكيلو. صافي هنا طيبت لهم الغديوه هكذا سريعه، شي حاجه هاد الجني وحات نيت مع ديك الخضره كلشي باقي طري. المهم جات واحد الغديوه زوينه، راه ما عجنت ما حتى شي حاجه، جبت معايا الخبز وكلشي، وعارفين النهار ديال التقضيه. صافي هنا وجدت لهم هاد الشليضه هادي، بعدا حطيتها هي الاولى حتى كليناها، وفي نفس الوقت كان الغداء عاد كيطيب، يعني واحد 5 دقائق بين ما وجدت الغداء كلينا بعد هاد الشليضه هادي، بردنا بها مع شي شويه حكينا الحراره. صافي وحطيت لهم الغديوه هي هادي، اللهم اديمها نعمه. من بعد موراها تا لديك مور العصر يمكن قريبة تكون شي 6 د العشيه خرجنا. المهم غادي نديكم معايا لواحد البلاصه زوينه بزاف. المهم شاركت معكم هنايا البيسه اللي لبست وصافي، هاد لا شوميز هادي حتى هي كنت واخده من ال سي واي كيكي، وشاركت معكم هاد السويك هذا. في الصراحه درت واحد الخطا هنايا، هاد الساك هذا يعني انسان ما ديروش نفس الخطا ديالي. خديت الساك فيه جوج الالوان، بصراحه جوج الالوان في الساك شي شويه ما كتخلي لكمش لو شويه يعني تلبسوا مع اي حاجه، ضروري خصو يكونوا دوك جوج الالوان. عندي داك اللون في الصنيديله، عندي في الصباط، عندي في كل شيء، ولكن داك اللون الزرق داك الشويبي جاي ما بين الكري والشويبي. المهم درت ديك الصباغه جات نفس اللون وصافي، لبست ديك اللبسه وهي باش خرجت. وهنا قابطين الطريق، حنا ماشيين الطريق موزار، غادي نشارك معكم واحد البلاصه بارك باغادي، راه معروف هنايا في طريق موزار. يمكن لي نقول لكم هذيك احسن كافي ولا احسن بلاصه ممكن تخرجوا لها وتاكلوا فيها وكل شيء. كنت هضرت لكم عليها واحد المره، قلت لكم كتكون عامره بزاف، داكشي علاش ما بقيتش يعني ما بقيناش بغينا نمشيو لها. ولكن هذه المره قلت زعما راه الاثنين ما غاديش ماشي ويكاند ولا وهكذا، ولقيناها زعما عامره. ولكن زادوا فيها واحد السباس اللي هو زوين الصراحه، وزادوا وسعوا ديك البلاصه بزاف. ودابا نشارك معكم هذا السباس اللي جلسنا فيه.
واحد سباس زوين بزاف، الشجار والطبيعة والخضورة، واحد الهواء نقي، زعما شغنقول لكم شي حاجة زوينة. هنا نحنا ماشيين، هادي كتسمى ولاد الطيب. فلافان ديالها كاين واحد الرومبوان، الا درتو على اليسار كتمشيو للمطار، هادي طريق المطار، مطار سايس معروف هنا في فاس. صافي هنا هذا هو الرومبوان اللي هضرت لكم عليه. هنايا يعني على اليسار كاين طريقة المطار، وحنا كنكملو بحال اللي ماشيين لإيموزار. هادي هي طريق إيموزار، هنايا غير واحد شوية ما فايتاش واقيلا واحد 2 كيلومتر ولا، كنلقاو على اليمين وعلى اليسار هاد الفضاءات، هكذا فضاءات خضراء، فين تجلسو، فين تاكلو، فين تشربو قهوة، تشربو عصائر، كاين طويجنات، كاين شوا اي حاجه بغيتو. ولكن هذا الفضاء اللي مشينا له، هذا بارك باغادي، يعني داير بحال شي كافي في قلب المدينه، يعني فيه بحال شي ريستو بلوتو، يعني بحال شي ريستو، يعني اي حاجه طلبتوها كتلقاوها، كاين تاكوس، بيتزا بالاشكال واي نوع بغيتو، انواع العصائر، كاين هذا تحليات، تيراميسو، بغيتو اي حاجه، كريم كراميل، بغيتو لي غلاس ولا اي حاجه عندهم تبارك الله موجوده. هذا هو يعني الفضاء اللي يعني ممكن تلقاو فيه اي حاجه تشهيتوها. كيدير واحد الخبز زوين سميتو تفرنوت، كيطيب على الحجر، يعني معروف هذا الفضاء هنا، داكشي باش كيكون عامر بزاف. المهم هنايا وصلنا، راه كانت شي 6 وشي حاجه، مازال الشمس حاره كما كتشوفوا. المهم حنايا جلسنا في هذا الفضاء هذا اللي عاد زاد، اخر مره كنا جينا هنا ما كان كانوا عاد كيقادوا هذه البلاصه، مازال ما فتحوهاش، دابا صافي يعني ولاو يعني كيستعملوها او كيجلسوا فيها الناس. انا شاركت معكم المنيو ديالهم شنو فيه، خلقت منا واحد شويه زايده، مهم ماشي بزاف، وانما يعني مقارنة مع البلاصة اللي كتجلسوا فيها والفضاء وهذا يعني ما بيهاش. المهم هذا هو الفضاء، شفتوا كيفاش داير، فضاء زوين. المهم هنا ما كانتش عامرة بزاف، راه ماشي هكذا كتكون خصوصا في الويكاند، السبت والحد عرفتوا راه ما تلقاوش فين توقفوا، كتعمر كتعمر بزاف. هذا هو الفضاء اللي تزاد من مور داك السور، ما كانش هذا الفضاء هذا ما كانش، وتما الداخل دايرين الالعاب الوليدات، المهم كتخلصوا يمكن واش 10 دراهم ولا، وكيقيلوا يعني النهار كامل كيلعبوا قدامكم، وكتغداو وديروا اي يعني كتطلبوا اي حاجه، والوليدات كيلعبوا وكل شيء. المهم حنايا هنايا كنا يعني تغدينا، انا ما قدرتش ناكل، صافي خدينا غير قهيوه هكذا، انا ما خديت حتى شي حاجه، ما قدرتش ناكل. الزوج ديالي خدا هاد مسمنه مع شويه املو وصافي، وبنتي كانت حامقه على طاكوس، ناكل طاكوس، خرجوني ناكل طاكوس. المهم جبناها لهاد البلاصه، كتقولنا لا راه ما غاديش يكون، ما غيكونش عندهم طاكوس، قلت لها لا راه كيكون عندهم اي حاجه بغيتي. ايوا المهم خدينا لها طاكوس. المهم هنايا داير 45 درهم، هذا هو طاكوس، عرفتو يعني زويب، وين المذاق ديالو عجبني انا بصراحه، حتى الحجم ديال الطاكوس راه يعني عامر تبارك الله وكيشبع. صافي حنا كنا باغيين غير نغيروا الجو وصافي، وبنتي درنا لها خاطرها كانت باغا تاكل طاكوس، قلت لها عوض ما تاكليها هكذا في وسط المدينه في شي ريستو هكا لداخل، نمشيو داك الفضاء حنا نستافدو، نجلسو نتبردو ونخضرو عويناتنا ونطلقو البصر ديالنا، وانتي تاكلي داكشي اللي بغيتي وصافي. داكشي اللي كان، ولدي ما مشاش معانا، ما بغاش يمشي لان عنده السوايع، كانوا عنده السوايع ديال الدعم، وموراها قالنا ما غاديش، خصو يراجع الدروس ديالو. صافي قلنا سهل شي نهار اخر عاودو يخرج معانا. هنا دايرين هذا الفضاء هذا فيه هاد الحيوانات. المهم هنايا كنا حنايا فاش مشينا في الاول كان هاد جدي بغيت نصوره معاكم، ما عرفتوش تبارك الله شحال كبير، واحد كان واقف هنا، ولكن هنايا كان بدا كيظلم الليل، مساكن يعني كيعيو، كتعرفوا الحيوانات حتى هما كيما كنقولوا حنا كيبيتو، يعني صافي كتوصل هاد اللحظه كيخصهم يرتاحوا وينعسوا. وعييت معاه تما زعما كان غير باش يوقف هكذا ونصوروا، ساعه مسكين صافي. وهاد الجمال هنايا، مهم دايرين لهم بزاف ديال الحيوانات. هنا ما كملتش الجوله، صورت معكم غير هاد جديان وهاد
هادو الجمال، الجمال وواحد الطاووس، طاووس الذكر، وكاينه الانثى تما حداه. صافي هادشي اللي صورت، ما بغيتش نكمل الفوق. الفضاء الالعاب راه هو هذاك اللي كتشوفوا من مور هاد الحيوانات. كاين واحد الفضاء تما زوين، دايرين الالعاب الوليدات فين يلعبوا فين. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد البلاصه. المهم دوزنا وقيد زوين، تبردنا، ليسونسيال عندنا هو نغيروا شويه الجو وصافي. ما الماكله راه انسان كياكل سواء في الدار ولا يعني. هاد العطله ما سافرناش، ما مشينا حتى لشي بلاصه، قلنا حنا غنسافروا غير هنا في فاس، بقينا كندورو غير في فاس، كل مره كنمشيو لبلاصه. المهم باش الانسان يعني يحس بانه راه دوز عطله زوينه. راكو عارفين اسبوع دغيا كيدوز، وموراها عاوتاني غتجي الخدمه والروتين، وموراها كاين الامتحان الجهوي عند ولدي، عنده امتحان، يعني غيكون واحد شويه ديال ستريس. كان ضروري هكذا خصنا نغيرو شي شويه الجو. يعني كل نهار كنديرو بروغرام في شكل. حتى هاد النهار خرجنا، مشيت حتى البرج، راني صورت معاكم ان شاء الله فيديو الاخر ان شاء الله، ونشارك معاكم شنو درنا وصافي. مي هكذا غير باش ما نغبرش على القناه، واخا التفاعل راه قليل بزاف، ولي فيديو ما كيتشافوش، ما كيوصلوش حتى ل50 ديال لي في، ولا 60 كاع الماكسيموم. المهم عندنا ما نديرو، حنا مستمرين معاكم ان شاء الله. صافي هنايا جلسنا حتى قربت يمكن 9 ديال الليل، عاد تحركنا رجعنا في حالتنا. انا بنتي كان جاها البرد، جابت المهم دارت الاحتياط ديالها، بعدا دات معاها جاكيطة ديالها في الطوموبيل حتى جاها البرد ولبستها. وهنا دايرين واحد الديكور زوين بغيت نصورو معاكم، قلت تا يظلم الليل عادي غادي يبان. صراحة فكرة زوينة هاد الديكور هذا، جاي غزيول هكذا. المهم قلت لكم انا راني سافرت غير هنا في وسط المدينه، راه ما تحركت حتى لشي بلاصه. المهم قلت هكا غندير بروغرام كل مره نمشي لبلاصه وصافي، غير باش نغيروا الجو ونتسمى، وبعد دوزنا العطله وصافي. ما بقاوش يعني غير جالسين غير في الدار وحاضين غير، راكم عارفين الدار شنو كاين، كاين الطياب، كاين الشقه، كاين التمارة، كاين التلفازات، التليفون وصافي. المهم غيرنا شي شويه الجو، وان شاء الله مازال دايره دي بروغرام هذا. ستي وشي عليا صافي، بديت كندخل ونخرج في الهضره. قلت لكم دايره دي بروغرام ان شاء الله نشاركهم معاكم هكذايا باش تغيروا معايا الجو وصافي. المهم شاركت معاكم البارح فاتح معايا كيفاش دوزتو وصافي. كنتمنى يعني يكون عجبكم لا فيديو، حتى نتوما غيرتو معايا الجو صافي. هنايا حنا راجعين للدار. ما تنساوش كالعاده تدعموني في القناه، وشكرا للاخوان والاخوات اللي دخلوا عندي للقناه واللي كيخليوا لي تعليقات ديالهم، ولهلا يخطيكم عليا، شكرا شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم والف مرحبا. القناه قناتكم، وكنطلبكم فضلا وليس امرا زيدوا دعموا القناه، وما تنساوليش اللايكات الله يجازيكم بخير. بعض المرات فيديو كيدوز فيه كنلقى فيه مثلا 20 ديال لي فيو، ما كاين حتى شي لايك، فضلا وليس امرا، يعني باش هكذا الفيديو يزيد يعني يقترحوا اليوتيوب على ناس وحدين اخرين ويتشاف وصافي، باش القناه تزيد الامام. شكرا على حسن المتابعه، وكنقول لكم مع السلامه في فيديو الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.